مساء الخير. مساء النور. اي خدمه؟ معلش جايه لحضرتك في وقت متاخر، بس عايزه جوزك ساعه واحده بس. نعم، انت عايزه جوزي في ان شاء الله؟ معلش، اصل باب الحمام معلق ومحتاجه حد يريحه. بس كده من عينيا. نعم، انت ايش فاهمك اصلا في تاريخ البدايه؟ عايزه نظام، اتفضل خش جوه. على فكره الموضوع سهل جدا، ده هي بنت هيقرص عليها. شفتي بقى؟ قرط عليه، بس ثواني هجيب البيت. ما تيجي فوق اعمل لك شويه قهوه؟ لا متشكره. عديني الطريق. اتفضل التليفون خليه معايا. يلا يا استاذه اتفضل. بس انا ملاحظه ان مراتك بتغير عليك. ولا بتغير ولا حاجه، تعرفشون بس قدامك. هو جوز حضرتك فين؟ متوفي بس بقاله فتره كبيره. الله يرحمه، انا عايزك تعتبريني المرحوم بالظبط. بعد الشر عليك يا روحي، ربنا يخليك ليا. هو الباب كده مرتاح كويس ولا عايزين اريحه شويه كمان؟ تسلم ايدك يا روحي، ربنا يخليك ليا. اي حاجه عايزاها انا موجود. وعدك كسفي. يا ريت تبقى تطمني عليك من الوقت للتاني. يعني جو كل يوم؟ لو مش لقيتكش الارض اشيلك في عيوني. تسلم لعيوني. بقى انا سايبني كل ده ولطعني وقاعد بتصلح لها الباب فوق، قال بتريح لها الباب ايه؟ وحياه امك لما تنزل لوريك. ماشي. بقى مش عارفه اعمل ايه في الراجل ده. بس ما تنزلش. ولا التانيه. ماشي ماشي، انا مش عارفه ما جاتش لي كل ده. اهلا اهلا. ها ريحت الباب؟ ريحته بقى زي الفل. تصور مش انا اتلخبطت ودينا التليفوني على قفص تليفونك. يلا حصل خير، اكيد ما خدتيش بالك. لا كنت قصداها. وريني بقى عشان اسمع كنت بتقولوا ايه. ايه؟ وريني. اسمع كده. بعدكوا كل يوم، لو مش لقيتكش الارض اشيلك في عيوني. تسلم لعيوني. طب بصي كده. هتروح مني فين؟ هجيبك هجيبك.